سمحت انا كنت عايز بس اعرف اروح الهرم ازاي. النهارده احنا في الاهرامات، احنا في الاهرامات تمام مع عبد الرحمن محمد خالد، ودي اول تجربه ليا اني اروح الاهرامات ديت. فاحب اقول ان لكل واحد شايف الفيديو دوت يعني هي تجربه حلوه، تجربه ممتعه. انا عايز اركب حصان، اجر حصان. انت تقول الرهواني انا عبد الله بسرعه كتير. حضرتك جبتني انا مصري من مصر يا ام الدنيا. يا اهلا بنت عمي يا اهلا. وانا الرهواني التاني. التاني هو الحصان اللي معايا ده بيدور ازاي؟ باصص في الارض زي ما يكون في حاجه وقعت منه. انت ليه مديني موديل قديم قوي كده؟ الله، هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ رهوان ايه؟ لا عايز كرسي بعجل. في رحلتي للاهرامات اكتشفت ان احنا عندنا حضاره عظيمه وتاريخ طويل يستحق اننا نعرفه ونعرف قيمته. الاهرامات مكان يستحق الزياره.